بحائط المكة حيث انطلقت المشاكل ونصبت الحبائل من قبل الصهاينة بعد استيلائهم على فلسطين غدرا وعدوانا ومباركة من الدول الاستعمارية الأوروبية التي اختارت أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود الصهاينة. وأوقاف المغاربة للقدس كانت محفوظة ومصونة على مدى عصور، وظلت الدول المتعاقبة بحكم القدس تحافظ على كل أوقاف المغاربة إلى غاية احتلال إسرائيل للقدس سنة 1948، حتى سطت على أجزاء كثيرة وكبيرة من أوقاف المغاربة، من مثل أوقاف الشيخ أبي مدين الغوث وأوقاف الشيخ المصمودي المغربي الذي أوقف عقارات مبنية أخرى فلاحية تلك التي تقع خارج القدس بقرية عين كارم، وكانت أوقاف المغاربة مستقلة ماليا وإداريا وموثقة بعقود شرعية نظمتها المحكمة الشرعية بالقدس إلى غاية 1967، حين صادرت الدولة الغاشمة جل أوقاف المغاربة المحيطة بالمسجد الأقصى وخارج القدس. إذن العلاقة والتواصل كان قديما جدا وليس حديث العهد بمأساة فلسطين. وعي أبناء الريف بفلسطين وبمشاكلها مع الدولة المغتصبة منذ البداية. الواقع أن الذي وثق على التواصل بين أبناء الريف والأراضي الفلسطينية هي الرحلات المكية كما سبقت الإشارة للحجاج الذين كانوا يركزون على زيارة القدس والصلاة بمسجد الأقصى وزيارة مدينة الخليل. إذ بمجرد ما انتشر خبر تفكير الدول الاستعمارية التي صارت تؤيد تأسيس وطن قومي للصهاينة فلسطين، شاع الخبر لدى كافة الحجيج من أبناء الريف وانتشر انتشار النار في الكبريت. والذي عمق هذا الوعي كثرة تردد بعض المصلحين من رواد القومية العربية على تطوان عاصمة الريف المحتل، من أمثال أمين شكر أرسلان اللبناني رائد القومية العربية الذي كان يتردد على مدينة تطوان لتفقد أحوال أبناء الريف تحت سلطة الاستعمار الإسباني الجائع. والأديب أمين الريحاني الذي زار الريف وكتب كتابه المشهور المغرب الأقصى الذي هو عبارة عن رحلة قام بها إلى مختلف مناطق الريف التي تحتلها إسبانيا وغيرهما من أدباء المشارق الذين ترددوا على الريف، كما أن توجه أبناء الريف المشرق للدرس والطلب عن قواعي أبناء الريف لدى عودتهم إلى مدينة تطوان التي كانت العاصمة الإدارية والعلمية للريف.